صوب بالحشا سهم الغدر من العدا شاف القهر صوب بالحشا سهم الغدر من العدا شاف القهر صوب بالحشا أميه كانت ليل ورا في ظليم والعهد ولا وبعد ما في حكم وعلى العباس بدت تتحكم بدت تتحكم بس بقت له الصديق فرصته بيه علم ينور امته والعلم حين الظهر صوب الصادق من العدا من العدا شاف القهر على صوب وصاره حيل ما للبريا نور صارت الحوزة إلها أوسع دور وبيدت تقصيدها من بحر وبرور من بحر مسجد الكوفة بعيل ما شاهد كم فتى بيها الحوزة قعد ولاجل علم المشتهر صوب وانتهى سفاح وانتهى حكمه القصيدة للعم السيد محمد علي وانتهى سفاح وانتهى حكمه ويقبل المنصور ويبتدى ظلمه وعاين
بارز بعلمه بارز بعلمه وما يعجبه يشوف برتبته يخاف لنه يثور بصحبته ومن بيده دار الخطر صور صادق صوفة قلبة وزادت أحقادة كيفه يخلي يعيش ببلادة وقرر يما وقرب معادة وقرب معادة الوالي بجورس ما أمر ويعتمد لاب عجل ما يأخر ومن فذاك الأمر صوبة صادق اللي صادق ويمتثل أمره وسمى قدام له وسمى قدام له وتمت الغدرة ونجحت العاملة وأحزان الأمة مصابه وجات له مصابه وجات له وشيعت له ابنه ويحوي بلاطم وغلقت له بحزن دور العلم وانتهى عهد الطهر صوبة
هاي عادتها المات مولاها المات مولاها وهاي عادتها المات مولاها الله المات مولاها تحميل الأعشاء وتضيج ببجاها ويصبط يثتأ ما أحد جاها ما أحد جاها أي يا ويسف فوق الثرى يسيل دم هلا ودع مهبارة من فعل قام الكفار صوبة وزينب الحارة تشاهد الحالة تشاهد الحالة وليل جامع تنخى تريد شي يا الله تريد شيئا وبين سعد عمر تسحق رجالة تسحق رجالة وعز عليها العاقل الشافته يخوها صدر العوى رضته وعز عليها العاقل الشافته يخوها صدر العوى واطحنت من الصدر صوبة في الحشا أو زينب الحارة تشاهد الحالة وللجامع تنخى تريد شيء لا تريد شيء وبين سعد عمر تسحق رجاه الله تسحق رجاله وعز عليها العاقل الشافته اخوها صدر العوى رضى وعز عليها العاقل الشافته اخوها صدر العوى رضته اوطحنت من الصدر صوبه